الله يتقبل منا ومنكم جميعا ان شاء الله. استكمالا للاضاءات اللي بداتها من اسبوع تقريبا، الاضاءه اللي معنا اليوم باذن الواحد الاحد اضاءه انه من يسجد لله بصدق يستطيع ان يقف امام اي عقبه. ايش معنى انك تسجد لله بصدق؟ انك تكون مؤمن بالصلاه، مؤمن طائع على الطهاره. فمن يسجد لله بصدق سبحانه فهو يؤمن بداخله انه يستطيع القيام او الوقوف امام اي عقبه. اعطيكم مثل بسيط في السجود، لان اغلب الدعاء المستجاب او احسن الى الله سبحانه وتعالى ان تكون ساجدا وتدعيه في الاشياء اللي تبغاها، كن مع الله سبحانه بسيط. فلنفترض مثل ولله المثل الاعلى ان والدتك منومه في المستشفى. بامكانك انك تقول اللهم اني اعلم بانك تعلم ان والدتي طريحه الفراش او سرير المرض. او انك تقول يا رب امي مرضت اليوم، يا رب انك تشفيها، ما لنا غيرها في البيت. كن على سليقه، كن بسيط مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في سوره الملك واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى ما خلقك ليجهلك، ما خلقك ليشوف تفاصيلك. فكن على طبيعتك وعلى سليقتك مع الله سبحانه وتعالى. كل ما كنت بسيط في حياتك كل ما كنت اجمل مستقبلا. اذا الاضاءه هي من يسجد لله بصدق فانه يستطيع القيام او الوقوف امام اي عقبه. تذكير بسيط في النهايه، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. آية الكرسي بعد كل صلاة كفيلة بدخولك الجنة إن شاء الله. أذكار أذكار المساء برضو محمد الشمري يذكرني. الله يجعلني وياكم والدينا في الجنة إن شاء الله. شاهد الموضوع يا إخوان أن بعض